أهلا بكم مرة تانية، ويمكن استعرضنا مع حضراتكم من شوية انطلاق خدمة النقل بعدد من الأتوبيسات والخطوط إلى مهرجان العالمين الجديدة. يمكن قلنا ووضحنا ان دي حاجه تبقى حلوه جدا، لانه اللي عايز يحضر اي فعاليه في المهرجان هيقدر ان هو يروح في نفس اليوم من القاهره للعالمين او من اسكندريه للعالمين. الخدمه دي هتسهل على الجمهور انه يحضر الفعاليات في المهرجان باستخدام وسائل نقل تليق بيه، وخدمه متميزه الحقيقه بتقدمها وزاره النقل. خلونا نعرف كده تفاصيل اكتر من المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. يا مساء الخير عليك واهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. يعني خدمه مميزه جدا جدا بتقدمها وزاره النقل، خليني اعرف بقى من حضرتك تفاصيل اكتر عن الخدمه دي اللي هتقدم للجمهور اللي حابب انه يحضر فعاليات العالمين. هو احنا بنستهدف نقاط قيام من القاهره واسكندريه الى مدينه العالمين، الى الشاطئ العام والى منطقه الحفلات. من القاهرة سيكون الانطلاق من محطة عدل منصور التكاملية. والناس متخيلة ان محطة عدل منصور دي هي محطة مترو، لا، هي محطة متكاملة بها جميع وسائل المواصلات، يعني بتجمع بين القطار الخفيف اللي بيربط شرق القاهرة بقلب القاهرة والخط الثالث للمترو، ومحطة اتوبيس سوبر جيت، وخط السكة حديد من عدل منصور حتى السويس، وبالاضافه لموقف السلام. فبالتالي الحركه من المحطه الى الطريق الدائري ثم الى اسكندريه تكون اسهل ما يمكن، والانتقال الداخلي من خلال خط المترو بحيث ان انا اسهل على الناس. بالنسبه للشاطئ العام سيتم الانطلاق الساعه 7 صباحا من القاهره في اتجاه العالمين الجديده، وصولا الساعه 10 صباحا ان شاء الله، والعوده 8 مساء من العالمين. التحرك هيبقى الساعه 8 من العالمين العوده، بحيث ان احنا بياخد النهار كله، يعني النهار كله بالنسبه للشاطئ العام. بالنسبه لمنطقه الحفلات وصولا الساعه 7 انطلاق الساعه 4 من القاهره ثم العوده 2 مساء بعد انتهاء الحفل. من الاسكندريه من محطه سيدي جابر هيتم الانطلاق صباحا الساعه 8 وصولا للساعه 10 والعوده الساعه 8 مساء بنفس التوقيتات. بس طبعا اللي عايز يروح الصبح بدري الساعه 7 ويرجع بعد الحفله ويحضر كل الفعاليات ويحضر حفلات يقدر يرجع الساعه 2 عادي خالص. احنا في مرونه في كل هذه الامور، يعني احنا يعني الهدف من الموضوع ان تسهيل وصول الناس بصوره افضل، واخترنا محطه سيدي جابر لان ممكن أبناء وسط الدلتا يقدروا يتحركوا بالقطار من طنطا، كفر الزيات، بنها إلى اسكندرية، ثم استقلال الاتوبيس من محطة سيدي جابر حتى مدينة العالمين الجديد. بالإضافة أن هيكون في نقل داخلي باستخدام اتوبيسات كهربائية داخل مدينة العالمين الجديدة لربط مناطق الاهتمام والمقاصد السياحية الموجودة بالمدينة بالفعاليات اللي موجودة كلها. يعني اخيرا يا باشمهندس، انا سمعت ان جوده الاتوبيسات عاليه جدا، ممكن تحكي لنا عنها؟ لا، هي اتوبيسات السوبر جيت، يعني هي الشركه قديمه وعريقه واسمها معروف بالنسبه للناس كلها، واتوبيسات طبعا مكيفه وعلى مستوى جيد. يعني نشكرك. ان ده يبين برضو جوده البنيه التحتيه اللي اتعملت، ان انا اقدر من القاهره اروح مدينه زي العالمين اكثر من حوالي 280-290 كيلو وارجع في نفس اليوم بزمن رحله مناسب جدا. فبالتالي ده قيمه البنى التحتيه، وانا نفسي الناس وهي بتسافر برضه تشوف التطوير البنى التحتيه عمل ايه في استخدامات الاراضي من ناحيه المزارع والمناطق اللوجستيه، من ناحيه الخضار والفاكهه والمقاصد السياحيه وتنشيط السياحه الداخليه، ان الناس تقدر تقضي يوم وترجع في نفس اليوم. يعني ده هتبقى خدمة مميزة جدا يا فندم، واكيد هتسهل على الجمهور انه يحضر الفعاليات المميزة دي، وفي ناس ما تبقاش قادرة ان هي تروح تقعد يوم او اتنين في العالمين، فده حلو قوي ليهم، او ما عندهمش اجازات او حلو قوي ان هم يروحوا يحضروا الفعاليات براحتهم جدا ويرجعوا في نفس اليوم. باشمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي، نشكرك يا فندم، كل الشكر ليك.